بس واحنا بنتكلم كده قبل الهوا وكنا بنسأل فاطمة، يعني قلت لها انا احب الاهلي قوي. طب ما تيجي نبدأ من هنا يا فاطمة قبل ما نخش بقى على الاولمبياد الخاص والتفاصيل يا باشمهندس. بس قولي لنا انت بتحبي الاهلي من امتى؟ بتتفرجي على الماتشات؟ العيلة عندك اهلاوية كلها ولا لا؟ خلينا نعرف. زمان بحب النادي الاهلي، علي صوت. زمان خالص بحب النادي الاهلي واتفرج على الماتشات زمان. لا انا الوحيدة اهلاوية، اخويا زملكاوي، بابا الله يرحمه زملكاوي. بس انا انت اخترتي الاهلي، اشمعنى؟ طيب لو العيله كلها زملكاويه بنطلع زيهم، اشمعنى بقى الاهلي؟ حبيت بحب كابتن محمود خطيب جدا 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 ونفسي اسلم عليه ان شاء الله. لا يحصل يا خبر، ده هو يعني يحب جدا على فكره. كابتن محمود بيحب كل الشباب كمان الرياضي والبطل، وانت بطله يعني فاطمه اصلا انت بطله، وهنتكلم بقى في ده. بس خلينا نبدا. وعندنا بطلات زي فاطمه كده. فاطمه بتحكي لنا بقى عملتي ايه في البطوله الاخيره دي؟ الحمد لله انا هدفت منتخب مصر 5 أهداف. اوفا بقى، الله 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 حلو. طب انت ابتديتي امتى؟ يعني خلينا نعرف من البدايه عشان برضو الناس تبقى عارفه. فاطمه انت ابتديتي كوره او حبك لكره القدم امتى؟ لا انا لعبت كره قدم، لعبت كره سله وتنس طاوله. اوكي. ومعايا 30 ميداليات. اوكي 30 ما شاء الله عليك، برافو. بقى الصفحه بتاع الاولمبياد فيها اختبارات كره قدم، وانا قبل كده بحب كره قدم. كابتن بتاع نادي الجزيره كابتن كبر قال لي انت ليكي مستقبل في كره قدم. رحت قدمت، الحمد لله كابتن فايزه وكابتن كرامي خضروني. دول المدربه بتاعت المنتخب كابتن فايزه ما شاء الله، خضروني ولا كملت معاهم لحد. وحبيتيها اكتر من الباسكت وكده ولا ايه؟ لا زي بعض. انا جايبه رحت منتخب كره السله ورحت منتخب كره القدم. انت بطله في الحالتين، انت بطله جميله. الوعي ده مهم يا باشمهندس هاني جدا. بس انا بقى عايزه اسمع من فاطمه، نسمع منها تحديدا بقى. يعني انت طبعا سامعه الباشمهندس هاني بيتكلم عن قد ايه الاهلي ليهم دور. كلمينا اكتر يا فاطمه عن الموضوع ده، وكمان انت اكيد بتدرسي ايه، وازاي بتعرفي توازني بين ده وده؟ يعني خلينا نعرف كده الاجواء عندك في البيت ماشيه ازاي. انا سنه تانيه كليه الكوره جامعه حلوان. انت في كليه كمان، شكلك اصغر بكتير. حسيت انك هتقول تانيه ثانوي. لا لا اوكي. جامعه حلوان. انا اشكر ماما جدا عشان تعبت معايا الايام اللي فاتت دي كلها، ولسه بدري تعبت. واشكر الدنيا كلها، ميس منار برضه عشان لا ميس منار وميس سهام جماعه الرساله كلها عشان هم عملوا لي وخلوني لحد الوقت اعرف اتكلم كده. غيرهم ولا اي حاجه، ولا انا اي حاجه. لا بس انت يعني عايزه اقول لك على حاجه، انت دلوقتي في حته تانية، انت بطله، انت يعني بتاخدي ميداليات باسم مصر يعني. فده حاجه كلنا فخورين بيكي والله بجد يا فاطمه. انت كل الناس يعني اللي بيرفعوا اسم مصر، ابطالنا الرياضيين الجمال. طب انت نفسك ايه بقى تاني تعملي؟ يعني دلوقتي انت بتدرسي وبطله رياضيه كبيره، ايه اللي فاطمه نفسها تعمله تحققه تاني؟ لسه هعمل ايه؟ لسه هلعب في النادي الاهلي. طب ده شيء محترم والله العظيم. كابتن محمود يا نور صديق عزيز، ده طلب جماهيري دلوقتي. مش هيتاخر عني. هكون علامه بعد اخلص ان شاء الله، بعد اخلص التعليم هكون علامه في النادي الاهلي باذن الله يا حبيبتي. والله احنا يعني نتمنى يعني. تتفاجئي ايه بقى وانت اول ما رجعتي لقيتي السيد الوزير شخصيا ومعالي الوزيره مستنيني؟ لا انا شفتهم 3 مرات، وشفت الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمت عليه مرتين في حفل قدرون الاختلاف. حلو ده. قدرون باختلاف طبعا، ايفنت جميل. وسلمت عليهم، سلمت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمت على الرئيس وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، وسلمت على وزراء كتير، وسلمت على فنانين كتير. انت وصلتي بقى. لا يا خلاص بطله يا فندم. شوف فاطمه، يعني بصي احنا كلنا فرحانين بيكي، وربنا يكرمك في اللي جاي وتيجي معانا تاني وتبقي بطله بقى كبيره اكتر وميداليات اكتر، ما تبقيش عارفه تلبسيها من كترها. توعدينا؟ ما شاء الله. ان شاء الله. اقول حاجه طبعا، انت ممكن تقولي حاجات، يلا قولي. عايزه اشكر فريق كره قدم كرة القدم النسائية اللي سافروا لأمريكا السنة دي، عشان هما تعبوا معانا، تعبوا معايا كده. نور، منار، مي، وحلا. بالذات نور ومنار دول
اكتر ناس بحبهم جدا وخلوني هضحك كتير وبحبهم جدا. يا رب دايما بتضحك. احنا وصلنا المطار بطلة. واحنا طالعين من المطار البنات كانوا بيعيطوا لان خلاص 10 ايام احنا قاعدين. اه طبعا. وبدلوا التليفونات يعني احنا هنستناكم.